أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية ديال هذه الليلة، أخونا عبد المنعم شكر الإخوة جميعا اللي في المسجد لهذا الاستضافة وهذا الاستقبال، والناس خاص الذكر جميع عام الناس جميع اللي كيصلوا في المسجد، وخاص بالذكر ايضا الاخوان اللي استضافوه في البيوت ديالهم. وشكرنا، وانا بالدور ديالي وباسمكم جميعا اخوان اللي يصلون في المسجد جميعا، نقول له جزاك الله خيرا، نقول الله يجزيك بخير، وانا اقول له كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لابو موسى الاشعري: لقد آتاك الله مزمارا من مزاور آل داود. فالله سبحانه وتعالى نعم على هذا الشاب بهذا الصوت الجميل وهذه القراءة التي أبكت العيون وخشعت لها القلوب. والعجيب في الأمر أيها الإخوة أن العلماء أو القراء المشايخ اللي كيقرأوا القرآن كيخصنا احنا اللي نمشيوا لعندهم باش نسمعوا لهم. ومن حسن الحظ والله بتوفيق الله سبحانه وتعالى أنه هما اللي جاو عندنا. هذا الأخ اللي جا من الليل ضرب تقريبا 600 كيلومتر وخلى الأولاد ديالو، خلى الزوجة ديالو، خلى الوالدين ديالو، خلى الأصدقاء اللي ولفهم واللي كبر معاهم، وجاء إلى مكان هنا بين المسلمين في إبينال وفرح وصلى بنا قام بنا الليل جزاه الله خير. كما قلت أيها الإخوة، كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المرسلين مشى عند أبي بن كعب وقال له: يا أبي اقرأ علي. قال له: يا أبي اقرأ علي القرآن. قال له: أبي يا رسول الله، أقرأ عليك وقد أنزل عليك؟ كيف نقرأ عليك القرآن يا رسول الله وانت اللي نزل عليك الله سبحانه وتعالى القرآن؟ فقال: يا أبي إني أحب أن أسمعه من غيري. كان بغي نسمعه من واحد آخر. فقرأ أبي أو عبد الله بن مسعود، لا أذكر هل واحد فيهم إما أبي بن كعب أو عبد الله بن مسعود، فقرأ من أوائل سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يوم شهيدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دمعت عيناه وقال: يا عبد الله حسبك. قال: فرفعت عيني فإذا عيناه تذرفان. النبي عليه الصلاة والسلام بكى تأثرا بالقرآن وهو يقرأ من صوت بصوت عبد الله بن مسعود أو أبي بن كعب رضي الله عنهما. فإذا أيها الإخوة الكرام، نحن نقول لهذا الشاب جزاء الله خير الجزاء عنا وعن الإسلام. فهو الحمد لله معروف في مدينة ليل، بل معروف على الصعيد فرنسا كله، وبالمناسبة فاز الجائزة الأولى في مسابقة ديال لوبوجي. فاحنا مسرورين هذا الشهر اللي قضى معنا، وهو أخونا وحبيبنا وعمره ما تأخر علينا، ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمه. آمين. وأن يفتح عليه. آمين. وأن يصلحه لأبائه وأماته. آمين. بل ندعو لأبيه وأمه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزهم خير الجزاء عن هذا الشاب وعنا وعن المسلمين أجمعين. فقدموا هذا الشاب، قدموا هذا الشاب لهذه الأمة ليتحفها بقراءة كتاب الله عز وجل. فنحن بدورنا دورنا نشكره جزيل الشكر، ونسأل الله أن يفتح عليه. وفعلا لقد أوتي مزمار من مزامير داود، نسأل الله أن يفتح عليه وأن يصلحه وأن يصلح به الإسلام والمسلمين، وأن ينصر به الإسلام والمسلمين. نعود أيها الإخوة إلى درسنا حتى نكمل إن شاء الله 10 دقائق، ثم إن شاء الله نوقف. قلنا هذا الرجل معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما جاءوا الوفود ديال الدول كيسلموا أو ديال القبائل كيسلموا، جاء واحد الوفد من اليمن ودخل الإسلام وقال: يا رسول الله ارسل معنا واحد من صحابك باش يعلمنا، فاش يعلمنا الدين ويعلمنا الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام فكر فأرسل من؟ أرسل معهم معاذ ابن جبل، أرسل معهم هذا الرجل باش يعلمهم الدين.
ولما تم خارج معاذ بن جبل من هذا من مكة أو من المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام مشى معاه على رجليه باش حال يتصيق معاه، فقال وصاه قال له، والحديث مروي في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال له يا معاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب، غادي تمشي عند واحد الناس إما أن يكونوا يهود أو نصارى في اليمن، فقال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول حاجة أطلب منهم يشهدوا، يدروا التشهد شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أموال وغنيائهم وترد في فقرائهم، يعني الأموال الفقراء الزكاة تؤخذ من الأغنياء ديال اليمن وترد إلى فقراء اليمن، حتى ما يسحبوش الناس راه الإسلام جا باش يدي لهم أموال ديالهم منهم وفيهم. فإن أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فليس بينها وبين الله حجاب. ثم لما وصاه الوصية قال له يا معاذ، هذا يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك تمر بمسجدي وقبري، قال له يا معاذ الوداع، لعل هذا آخر لقاء بيني وبينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بأن الأجل دياله قرب، وكأنه يودعه الوداع الأخير، كيقول لي ربما هذا آخر مرة غادي تشوفني، وعم العم جاي ما تلقانيش، إلى جيتي لا ترجع، إما غادي نجي للقبر ديالي وإما إلى المسجد ديالي. فبكى معاذ رضي الله عنه وذهب إلى اليمن، وفعلا مات النبي عليه الصلاة والسلام، وعاد معاذ إلى المدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فارق الحياة ودخل المسجد ووقف أمام قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم وبكى بكاء شديدا، وبعد ذلك لم يستطع أن يعيش في المدينة، لأن كل شيء في المدينة يذكره برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحبه حبا شديدا كما أحبه المصطفى صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. فذهب إلى أبي بكر وقال يا أبي بكر أنا لا أستطيع أن أعيش في المدينة، فاسمح لي لأغادرها لأن كل شيء يذكرني فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن له أبو بكر وذهب إلى الشام للجهاد في سبيل الله، ومات القائد المسلمين عبيد بن الجراح، ثم خلفه معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهناك تولى قيادة الجيش بعدما أصيب عبيد بن الجراح بالطاعون ومات، ثم أصابه هو كذلك الطاعون وهو في فراش الموت رضي الله عنه لما حضرته الوفاة وقرب موته، وفي الليل يقول لأصحابه انظروا هل طلع النهار، فيقولون لا بعد، يقول ما طلع النهار، يقولوا مازال، كيبرك شوية أو تنمشي يقول قولوا هل طلع النهار، يخرج يقول لي مازال ما طلع النهار، كيقول ليش كتسول، فيقولون لا بعد، ثم سكت قليلا ثم قال انظروا هل أصبح الصباح، قالوا لا بعد، فبكى بذيكي وقال أعوذ، قالوا له مالك، قال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة أنا في الدنيا وإلى ما كنش مزيان في الصباح غادي نصبح في جهنم، أعوذ بالله من ليلة صباحها في النار، يقول معد أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. إذا كان هذا الرجل الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام فماذا أقول أنا وأنتم أيها الإخوة، نحن المقصرون. ثم قال مرحبا بالموت، لما جاءته الموت قال مرحبا بالموت، مرحبا بالموت، ثم قال اللهم
إنك تعلم أني لم أرد الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار ولكن لضمأ الهواجر. يعني ما حبيتش الدنيا باش ندير جرادي وندير فيه وندوز الوديان ديال الماء، ولكن حبيت الدنيا من أجل ضمأ الهواجر باش نعطش أيام الصيف وأنا كنصوم، ومكابدة الساعات يعني قيام الليل، ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. ثم بكى وقال: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. ثم يظل يردد الشهادة حتى فاضت روحه إلى بارئها في جنات إن شاء الله، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. رضي الله عن معالي بن جبل رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على أستاذه ومعلمه محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كم عاش هذا الرجل 33 سنة، ولكن ترك آثارا ستبقى تذكر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم أعود أيها الإخوة في عجالة للحديث لأقول لكم أيها الإخوة بأن الفلاح والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة هو عبادة الله وحده لا شريك له وتوحيده سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من هذه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فإن المسلم أول كلمة يسمعها حينما يزداد أن نؤذن له في أذنه اليمنى فيسمع الشهادتان، وآخر كلمة يخرج عليها من الدنيا أن نلقنه الشهادتان، وأول كلمة يسأل عليها في قبره حينما يسأله الملك: من ربك؟ فإذا كان ثابتا يقول: الله ربي والإسلام ديني. فمن عاش على شيء مات عليه. يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ويقول سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذه الليلة وأن تصادف ليلة القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إليها. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة، وتب علينا في هذه الليلة، وأكرمنا في هذه الليلة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وكلنا وليا ونصيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعز كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم كن لإخواننا الضعفاء والمساكين
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واسكنهم فسيح جناتك. إخواننا الذين كانوا يصلون معنا في هذا المسجد وفارقونا إلى جوار رب العالمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم نور قبورهم، اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم، اللهم بدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجمع جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما، ولا اجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. يا الله.